رونالدو سعيد باقتحام الملاعب في يورو 2024. ربما تكون هذه الحقيقة التي لن يعلنها رونالدو بشكل واضح حتى لا يشار له بأنه أحد دعاة الفوضى في اليورو الألماني الذي يواجه العديد من التحديات الأمنية والتنظيمية. لكن ما الذي يجعل رونالدو سعيداً بهذه الاقتحامات؟ عدة مصادر أوروبية على رأسها صحيفة ذا صن البريطانية قالت أن الدون استعاد مكانته الأوروبية بعدما اقتحم 5 أشخاص ملعب مباراة البرتغال وتركيا في اليورو، من بينهم طفل لالتقاط صور سيلفي مع الدون الغائب عن الملاعب الأوروبية منذ يناير 2023 بعدما انتقل لفريق النصر السعودي. ذا صن قالت أن الدون لا يزال محبوبا في القارة العجوز ولا يتعامل معه الجمهور باعتباره لاعبا تقدم في العمر فترك أوروبا للعب في مستوى أقل، بل يرى الجمهور في رونالدو أسطورة كروية لا تزال قادرة على العطاء وتحطيم الأرقام القياسية. كل هذا يأتي وسط أنباء عن أن رونالدو ربما يعود للدوريات الكبرى الموسم المقبل عبر بوابة فريق باير ليفركوزن بطل الدوري الألماني. فهل تتمنى عودة الدون للعب في أوروبا مجدداً؟